فأنا بدي أحطك هلأ بمواقف بحالات اوكي معينة. بتخيلي حالك تشيلي هالفستان الحلو ميرسي وهالحلقة الحلوين، الله. أنت هلأ أمل بوشوشة بالمطبخ، اوكي أوكي؟ الطبخة عم تطبخي لأنه بعرف إنه أكلك كتير طيب. ميرسي. الطبخة يعني على الآخر، بس إنه ما عم تزبط كتير معك ايه وبدك تخلصيها، معك تليفون شغل ضروري عم يحكوكي بالشغل وبالتصوير. كمان حد الطبخة القهوة، لأنه عندك حدا ناطرك بدك تخلصي الطبخة وتشربي معه قهوة. القهوة عم بتفور بلشت وليا فوس. عم تبكي، لا هيك ماما خنقتوني. ماما 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 بدي أظهر. وهالحالة كيف تعبري عنها بالجزائري باللهجة الوهرانية؟ ايوه كيف بدي اعبر عليها بالجوزيه؟ عم لحالي ولا مع حدا مثلا او مع ليا لا لا ولا لا، لحالك انت يعني عم يا تحكي ربي وعم كيفاش حندير انا دركا؟ كيفاش رح ندير الماكله على النار رح تتحرق، والضيوف يستناو فيها في الصالون، وبنتي ما بحبش تسكت. ساي ماما خليني نكمل الماكله وبعد نهضروا. سي كومون طب وعلى التليفون شو عم بتقولي؟ مع مين عم بحكي على مع التليفون؟ شغل؟ بالجزائر ولا لا هونيك؟ عم يحكوكي هون يلا بعد شوي بدي احكيك. اوكي خليني اخلص اكلي والاكله وهلا بعد شوي برجع بحكيك. ماشي يلا باي. على فكره مش عم بسمع شيء. باي. بكون انتقلت في دغري من كثير. الجزائري للبناني. اوكي خلصنا من المطبخ، ظهرتي انت وزوجك، انت ووليد بمكان عام، صبيه، انه وليد شاب حلاوه مثل ما بعرف انا، يعني اوكي عنده مرأة قمر بس كمان انه شب حلاوه، صبيه قاعده بوجهه ما عم تشيل عين عنه، غمزه من هون، اشاره من هون، كيف ما تتطلع تلاقيها انه عرفتي هيك عيونها عم تتطلع بوليد. هلا بدك اعمل لك العالم الحقيقي هون. ولا العالم الافتراضي؟ لانه العالم اذا عم نحكي بالعالم الحقيقي بخليها تكفي شغله للاخير امل اللي على الرواق تطبخ الاشياء، صبت الرواق. لا الافتراضي. ايه بدي اوكي احكي على عن اللبناني مع وليد، بدك جنوبي، بدك لا جنوبي صعب. صار لي زمان ما رحت على الجنوب. باللبناني بدي احكي لإلها ولا بدك لوليد؟ تحكي وليد لأنه وليد كمان عم ايه بي اوكي يعني بقول له. قاعد عاقل. طيب بقول له حياتي خليك مثل ما انت، تقبر قلبي موديلك كل ما يتطلعوا فيك. اهو هيك هالقد ايه ببساطة ولا إلا هي لإلها المشكلة ما بعرف يعني. ما حتحكيها ما يمكن، حاحكيها بس اكيد. حتعملي لغة جسد انه الزمي حدك. ايه ممكن. كيف؟ انا اللي عم بتطلع وعم حركش. فرجيكي بدي اقبرك بعدين. هيك بس على الرواق. ايه الحالة الثالثة، تخيلي حالك هيك واعية من النوم، وشك مرتاح، نايمة منيح، منك سهرانة، والمراية بوجهك ومستحلية حالك مثل كل يوم الصبح الحمد لله. الحمد لله. ولا مرة قلتي أنا اليوم ما ظابطة معي، ماني لا طالعة بس حلوة. بقول الحمد لله يا الله على هالوش اللي اعطيتني اياه. الله يخلي لك هالوش. عم تتغزلي بالسوري بالشامي؟ صار لي زمان ما حكيت ايه. سوري. بتغزل بحالي على المرايه. ايه يا الله شكلي ومودالي ما احلاني، بموت يقبشني الله. انا ليكي انا بالسوري بدي ناص. لو ليكاتني شو كاتبين لي حلوة، شيء مش هيك بيقولوا؟ ما بعرف شو ليكاتني شو حلوة او غلط هالشيء. لا ما بعتقد. ليك انا الحقيقه انه اذا بدي احكي بالسوري حتى ما نطلع جراجوز بدي ناص. ايه مثلا بقول يا الله ما احلاني، انا كثير بحب شكلي، بحب مودالي، بحب تفاصيل وشي، بحب لون عيوني، بحب شفافي، بحب اسناني، بشني مودالي يا الله. حلو. ممكن هيك تطلع، بس ان شاء الله ما اكون نشزت يعني بالكلام. لا حلو كثير. عم تصوري مسلسل، سلك 10 ساعات باللوكيشن بعد ما صورتي، بنعرف انه التصوير بياخذ تعب ايه ما وجهد تذكريني هاي كثير القصة كبير. خالصة منها من جمعة. شغلنا نحن اسهل منكم. تواجهي انت ومدير الانتاج بالمصري انه انا خلص يعني انا هيدي النطرة عم تسحب كل الانرجي، ما بعرف شو بدك تقولي. اوكي بقول لك ايه، انا ايوه بقالي 3 ساعات ايوه يا قاعده كده هانم. مستنيه. بقالي 4 ساعات قاعده مستنيه. ما يصحش الكلام ده، انتوا بتعملوا فيا كده ليه؟ لا انا حد محترم جدا محترم،
فيا ريت بقى تحترموا نفسكم وتخلونا نتسهل على بركة الله. حلو. يصلي كمان زمان. انه معصبة بس بكل هدوء. ايه انا بتعرفي ليش بعمل كنترول كتير على حالي، ما بحب كتير كون هجومية. ايه لانه عن جد يعني ما بعود اتذكر شو بيصير. وليد اليوم طالع هيك شبوبيه وانت حبيبتيه ويمكن جايب لك كادو او متغزل فيكي ما بعرف، بس عم تتغزل فيه شوي بالجنوبه، يعني كلمتين هيك ليحس حاله كيف هيك حد امه واخواته كيف تغزلوا فيه. امل عم تغزل فيه بقول له يا قباره. يا يا تقبرني يا تقبرني. شو بقول يا تقبرني ويا تبحشلي يا تبحشلي، هاي مش من زمان سمعتها. يا مشحرة يا أني. يا مشحرة يا أني. صار لي زمان ما رحت على الجنوب. طيب ساعديني، ما بيجوا لا هي دول اكثر من هيك شو يا تقبرني يعني. عرفتي كله موت، نحن عنا كله شحار، ما عنا الحب هالقد قوي هالقد يعني هالقد مشاعره فياضه.